عليكم ورحمة الله وبركاته. الممثل سمير قحطان هو أخو الممثل الكوميدي محمد قحطان، نتمنى له الشفاء العاجل، حيث أعلن في بعض الصفحات يعني للزملاء في العمل ما لديه، يعني توقع في الخارج هو سيعمل عملية القلب المفتوح تقريبا بعد الفحوصات والإجراءات، قالوا له لازم يعني نفعل لك عملية. فهذه بعض الصور ومن بعض زملائه، من ضمنهم صلاح الوافي الذي كتب منشور، وأيضا محمد قحطان أخوه، والحسن مثنى والحسين مثنى، التوأمان هذين الاثنين. فنتمنى منه نتمنى من الله الشفاء العاجل له، نتمنى لكل المسلمين. فهذا الخبر يعني منتشر في التواصل الاجتماعي حاليا، حبينا نعرضه لكم، وهو سيعمل عملية تقريبا في الأردن. لهنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.